السلام عليكم، مساء الخيرات. مكملين Child Psychiatry. النهاردة هناخد الـ Attention Deficit Hyperactivity Disorder أو الـ ADHD. برضو المفروض ما نعقبش على كلام الأطفال بعد اللي احنا خدناه، بس هنعمل زي ريفيو. هو أكتر في الميلز، هو من اسمه هناخد الـ Clinical Presentation Attention Deficit والـ Hyperactivity، بيبقى معاها impulsivity اللي هي الاندفاعية، بس يعني احنا هنهملها شوية. تمام. بالنسبة لي أعراض الـ attention deficit هما كلهم، يعني امتى أقول الولد ده ان هو عنده ADHD؟ لما يبقى عنده أكتر، يعني أكتر من أو يساوي يعني 6 أعراض فما فوق من الـ attention deficit، أو 6 أعراض فما فوق من الـ hyperactivity، لست شهور فما فوق. بالنسبة لي الـ attention deficit careless mistakes، بيعمل أخطاء هبلة، عنده مشكلة في الاحتفاظ بالattention، يعني مش مركز معاك طول الوقت، ما بيسمعكش كويس، دايما من الناس اللي بتخترق القوانين دي، do not finish tasks، not organized، دايما بينسى حاجاته، دايما راجع ناسي محفظة، ناسي قلم، ناسي كتاب، easily distractible، سهلة وتشتيته، avoid long time tasks. عشان كده في الغالب الناس دي ما بتعملش الواجب بتاعها كامل، يعني تيجي كده في الآخر وخلاص تزهق. طيب بالنسبة بقى لي الـ hyperactivity، بيلاقي صعوبة في إنه يقعد، بين إنه يفرك في الكرسي وأحسن إنه هو يقوم، leaving seat، restlessness، كتير حركة، بيلعب بصوت عالي، talkative، دايما بيقاطع الناس، وفي الغالب ما بيسمعكش للآخر، ولما بتسأله كذا سؤال بيجاوب على يعني كم واحد منهم بس. دلوقتي أنا عندي types، types الـ combined اللي هو الـ ADHD بقى، اللي هو Attention Deficit معها الـ Hyperactivity والـ Impulsivity، وده الـ Most Common. في واحد بيأثر بس على الـ Attention، إن هو Inattentive. في واحد بقى بس Hyperactive و Impulsive. تمام؟ Two or more places، يعني لازم تيجي نقوم تشتكي منه في البيت، بعدين تيجي المدرسة تشتكي منه في المدرسة، أو النادي اللي هو بيروح فيه زمايله يشتكوا منه، يعني لازم يكون مكانين، مش مثلا هو في البيت تمام وأول ما يروح المدرسة بيشتكوا منه، لا، ده ساعتها ما يكونش عنده ADHD. طيب المفروض اعمل differential diagnosis ما بينه وما بين البايبولاريتي اللي بتيجي في الاطفال، بتبقى في الغالب ميالة للمانيا، ان الشخص ده بقى hyperactive وtalkative، شبه برضو اللي خدناهم في الhyperactivity، بس بقى بزيادة، بقى سعادة مفرطة كده، بيبقى عنده طاقة لا نهائية، مش بيزهق، يعني ممكن الشخص بتاع المانيا ده يكمل التاسكس مفيش مشكلة. externalizing depression، بيبقى حزين وبيخرج الزعل بتاعه في سلوك سيء، وده لازم نفرق ما بين externalizing depression في الـ childs وبين حاجة احنا خدناها قبل كده اللي هي الـ conduct disorder. بتاع الـ conduct بيكون قاصد الأذية، ده لا، ده بيبقى حزين والحزن بتاعه بيخرج في الصورة دي، ومريض الـ conduct اللي احنا قلنا عليه. طيب الـ etiology، genetic predisposition with decreased frontal lobe blood flow. الفرونتال لوب دي اللي كانت بتعمل لنا انهباشن، يعني هي اللي كانت قلة البلود فيها تعمل لي مفيش انهباشن، هي الديس انهباشن خدناها قبل كده في البايبولاريتي او المانيا. الديس انهباشن في طفل مش هتعمل له هايبر سيكشواليتي او كده، هي هتعمل له بقى ان هو ما عندوش حاجه تحكمه، يعني دلوقتي احنا قاعدين في فصل هو ما عندوش فكره ان انا المفروض اقعد لغايه اخر الحصه، لا مش هيقعد، هيقوم ويخرج، حتى لو كده هيقف في مكانه. الناس دي الـ ADHD دول لما بيكبروا في الغالب بتقل الـ impulsivity وبتزيد بقى الحتة بتاعة الـ attention deficit. دلوقتي الشخص ده أنا هعالجه إزاي؟ بالـ behavioral therapy، وهديله phenylphenidate، هيعمل slow increase in dopamine، وهيحفز الكورتكس كأنه بيصحصح الفرونتال لوب، يعني هو بيحفز الـ inhibition، ودي أسماء تجارية بتاعة الميثايل phenidate. وتم بحمد الله.